الأصحاح السادس. أيها الأبناء، أطيعوا والديكم في الرب، فهذا عين الصواب. أكرم أباك وأمك، تلك أول وصية يرتبط بها وعد، وهو لتنال خيرا وتطول أيامك في الأرض. وأنتم أيها الآباء، لا تثيروا غضب أبنائكم، بل ربوهم حسب وصايا الرب وتأديبه. أيها العبيد، أطيعوا أسيادكم في هذه الدنيا بخوف ورهبة وقلب نقي كما تطيعون المسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل بكل قلوبكم كعبيد للمسيح يعملون بمشيئة الله. ولتكن خدمتكم لهم صادقة كأنكم تخدمون الرب للناس، عالمين أن الرب يكافئ كل إنسان أعبدا كان أم حرا على أعماله الصالحة. وأنتم أيها السادة، عاملوا عبيدكم المعاملة نفسها وتجنبوا التهديد، عالمين أن سيدهم هو سيدكم في السماء وأنه لا يحابي أحدا. وختاما أقول، تقووا في الرب وفي قدرته العظيمة، تسلحوا بسلاح الله الكامل لتقدروا أن تقاوموا مكايد إبليس. فنحن لا نحارب أعداء من لحم ودم، بل أصحاب الرئاسة والسلطان والسيادة على هذا العالم، عالم الظلام والأرواح الشريرة في الأجواء السماوية. لذلك احملوا سلاح الله الكامل لتقدروا أن تقاوموا في يوم الشر وأن تثبتوا بعدما تممتم كل شيء. فاثبتوا إذن متمنطقين بالحق، لابسين درع الاستقامة، منتعلين بالحماسة في إعلان بشارة السلام، واحملوا الإيمان ترسا في كل وقت، لأن به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة، والبسوا خوذة الخلاص، وتقلدوا سيف الروح الذي هو كلام الله. صلوا كل وقت في الروح مبتهلين، وتنبهوا لذلك، وواظبوا على الدعاء لجميع الإخوة القديسين، ولي أنا أيضا، حتى إذا فتحت فمي للكلام منحني الله ما أعلن به بجرأة سر البشارة التي أنا سفيرها المقيد بالسلاسل. واسألوا لي الجرأة على المنادات بها كما يجب علي. أما أحوالي وأعمالي فسيخبركم عن هذا كله تيخيكوس أخي الحبيب ومعاون الأمين في خدمة الرب. أرسلته إليكم خصوصاً ليطلعكم على أحوالنا ويعزي قلوبكم. والسلام والمحبة مع الإيمان للإخوة من الله الآب ومن الرب يسوع المسيح. ولتكن النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح حبا لا يزول.